شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. كما تعلمون السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، فإن الوزارة قد استبقت تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق التوازن في توزيع العرض التربوي بين مختلف الأقاليم والجهات، وذلك من خلال تعزيز البنية الجامعية لهذه الجهات بإحداث مؤسسة جامعية جديدة بهدف تقريب العرض الجامعي من كل أقاليم المملكة، خاصة الأقاليم ذات الطابع القروي. وفي هذا السياق أصدرت الوزارة خلال السنتين الأخيرتين عدد غير مسبوق من المراسيم المتعلقة بإحداث وتطوير المؤسسات الجامعية ومراجعة الخارطة الجامعية تحقيقا لسياسة القرب وتكافؤ الفرص. للتذكير، تتوفر بلادنا اليوم على 12 جامعة عمومية توجد رئاستها ب 8 ديال الجهات، علما أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة إحداث جامعة قائمة بجهة درعا تافيلات وجامعة بالأقاليم الجنوبية. ومن أجل ضمان التوزيع العادل للعرض البيداغوجي ما بين أقاليم المملكة، فإن التعليم العالي الجامعي العمومي يوفر حاليا ما مجموعه من 145 مؤسسة جامعية، 61 مؤسسة ذات ولوج مفتوح، 84 مؤسسة ذات ولوج محدود، موزعة على أكثر من 36 إقليم أو عمالة. وقد تم إحداث 17 مؤسسة جامعية برسم السنة المنصرمة، كما سيتم فتح 34 مؤسسة جامعية برسم هذا الموسم إن شاء الله. هذه المؤسسات هي على الشكل التالي: كليات متعددة التخصصات، مدارس عليا للتكنولوجيا، مدارس عليا للتربية والتكوين، مدارس وطنية للتجارة والتدبير، مدارس للمهندسين، كليات الاقتصاد والتدبير، المعهد الوطني للاقتصاد التضامني والاجتماعي، كليات الطب والصيدلة، الأقاليم المعنية: إقليم بني ملال، خنيفرة، أزيلال، فقي بن صالح، قلميم، العيون، أسا، طاطا، تيزني، تارودانت، بن أحمد، سطات، نواصر، بن سليمان، سيدي بن نور، الناظور، بركان، ورزازات، ميدلت، قنيطرة، سيدي قاسم، خميسات، مكناس، الحاجب، تاونانت، إفران، شفشاون، حسيمة، وزان، والقصر الكبير. بالنسبة للجامعة ديال الأقاليم الجنوبية، تتوفر جهة العيون الساقية الحمراء حاليا على المدرسة العليا للتكنولوجيا بإقليم العيون، وعلى كلية متعددة التخصصات بإقليم السمارة. أما جهة قلميم واد النون فإنها تحتضن اليوم مدرسة عليا للتكنولوجيا بإقليم قلميم التي سيتم تحويلها إلى مدرسة المهندسين، إضافة لمركز جامعي تابع لجامعة بنو زهر بأكادير. في حين تتوفر جهة الدخلة والذهب على مدرسة وطنية للتجارة والتسيير بإقليم الدخلة. وتم تعزيز العرض الجامعي بالنسبة لهذه الجهات بإطلاق بناء كلية الطب والصيدلة بإقليم العيون، خصصت لها الوزارة 350 مليون ديال الدرهم، ومدرسة عليا للتكنولوجيا بإقليم الداخلة بالإضافة إلى كلية الاقتصاد والتدبير بإقليم قلميم، ومركز جامعي جديد بسيدي إفني مخصص لأبحاث جامعية الخاص بالإجازة المهنية، ومركز جامعي للإجازة المهنية بأسا والوطية. وبهذا إن شاء الله ستكتمل الخارطة الجامعية ويتم إن شاء الله إحداث الجامعة في الأقاليم الجنوبية. شكرا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير. التعقيب للسيدة النائبة من الفريق الحركي.